انشيلوتي ريال مدريد اهم من مبابي. ما يهمني اذا عني حكا واسمعهم اقبال مدريدي يا عالم انا ما يهمني احد. الحكومه ترفع سعر لتر البنزين المحسن الى 850 والممتاز الى 1500. والله واحد يعجز من خيركم على المواطن بحيث تنطون الراتب باليمنى وتاخذوه باليسرى. خوش عيديه واحنا بخدمتكم. السودان يستضيف عدداً من عمال النظافة في بغداد على مائدة الإفطار. شريحة تستحق الاهتمام وخطوة موفقة، بس الفرحة كبيرة من تداريهم بالراتب وتزيده. العراق الأول عربياً والسادس عالمياً في قائمة الدول الأكثر تلوثاً للهواء في عام 2023. يب أكثر من 5 مليون سيارة في بغداد ومئات المولدات، وأغلب المعامل قريبة من المحلات السكنية، والحزام الأخضر في ذمة الله وذكرتك والسماء مغيمة. الصحة النيابية بنسبة 95% مواد التجميل إكسباير وغير مرخصة. هي الصحة النيابية يحتاج لها صحة تفحصها.